الرسالة عن حق الجيل. حق قلبي سن 40 سنة إنسان بسيط. البحر كلمة عن العلاقة ديالك مع البحر كلشي. والعلاقة ديالي مع البحر العلاقة ديالي مع البحر سنين وعوام من في البحر والحمد لله. إن فوا كنسمع شي حاجة ديال الغارق خاصني نهود لي وجه الله نهود مع خويا المسلم. فخور بالتكريم فخور بزاف الحمد لله. وبعد المناسبة كنشكر المكتب المديري ديال نادي أولمبيك أسفي وكنشكر بالخصوص سي محمد الحداوي وكنشكر جميع الجمهور المسفي وكامل الجمهور المغربي عامة والجمهور المسفي وخاصة وكنشكر جمهور إلترا الشارك. وبهذا المنبر هذا كنعاود جزيل الشكر للناس المسؤولين ديال أولمبيك أسفي والله يجازيهم بخير وأنا فخور بهذا التكريم هذا ما كنتش متوقع هذا والحمد لله الجمهور كامل بفضل ديال الله عز وجل. وبهذا المناسبة الله يقدرنا على فعل الخير. أنا والدينا ربونا على الأخلاق والحشمة حنا باقيين. هذا ما جبنا إلا فخر بالنسبة للوالدين والديا ربوني على الوالدين الله يجزيهم بخير. حتى هما غايمشيو يفرحوا معنا الحمد لله وهادشي غايجي فخر لا ليا ولا للوالدين ديالي إن شاء الله. الرسالة ما غنقولهاش أنا للناس الرسالة يقولها مسؤولين أما أنا اللي عليا كنعمل غير الخير والناس تعطيو الوقيته هما راه كيعملوا الواجب ديالهم. أما هو هما اللي خصهم يشوفوا الحل. أنا كنبقى غا مواطن بحالي بحالكم مواطن عادي. بهذه المناسبة كنشكر الوالدين ديالي اللي هما ربوني تربية حسنة وربوني على فعل الخير والله يرحم لهم الوالدين. وكان الناس وكيتلاقاو معايا الناس وكنشكر الجمهور المغربي كامل خاصة الجمهور المسفيوي كنشكرهم بزاف. لكم جديد ديال اسفي الان تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.